أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سنتحدث اليوم بهذه الفقرة عن متلازمة أسبرجر. هي متلازمة ونوع من أنواع الاضطرابات اللي ممكن تصيب الشخص. هي جزء من اضطراب التوحد، وهي نوع من أنواع أطياف التوحد، لأنه إحنا بنعرف عنها سبع أطياف توحد. رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل مع أخصائية التربية الخاصة وتعديل سلوك الأطفال نور الجندي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الورد، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيكم. يعني هيك بداية حابين هيك يعني نورجي المشاهد وحتى يعني يكون على علم أكثر، تعرفينا بما هي متلازمة أسبرجر. تمام، هي نوع من أنواع اضطرابات طيف التوحد. طبعا نعم. هي تعتبر من أنواع اضطرابات النمائية الشاملة. هلا أكثر شيء اللي هي بتتصف فيه اللي هي متلازمة أسبرجر، إنه الطفل بيكون طبعا كأي نوع من أنواع اضطرابات طيف التوحد، بيكون وقتها الطفل غير قادر على التواصل الاجتماعي. نعم. والتفاعل الاجتماعي، بالإضافة للسلوكيات المتكررة أو بنسميها السلوكيات المقيدة للطفل، النمطية اللي بيعملها الطفل هو صغير. نعم. عادة متلازمة أسبرجر برضو زيها زي نوع اضطرابات طيف التوحد الثانية، بتصيب الإنسان في مرحلة الطفولة. بتبلش طبعا الأعراض تبلش تبين تقريبا على عمر السنتين، سنتين ونص، ثلاث سنين، اللي هي أكثر شيء بتتصف فيه إنه الطفل غير قادر على التواصل البصري، غير قادر على التواصل الاجتماعي. عادة طفل بتنادي عليه كأنه ما عم بيسمع، كثير مرات ناس بيفكروا إنه ما عم يسمع، ولكن هو السمع بيكون عنده طبيعي أو وضعه طبيعي، ولكن هو غير قادر انه يتفاعل اجتماعيا او يستجيب للافراد او الناس اللي حواليه. من الاشياء برضو انه عاده بيكرر السلوكيات بشكل متكرر، مثل رفرفه الايدين، مثل الدوران هذا لما يكون بيمشي مثلا، بلش عمره 3 سنين 4 سنين، عاده بنلاقيه بيكرر شغله معينه. عاده طفل اللي عنده اضطراب طيف التوحد عاده طفل متعلق باشياء معينه برضو. هلا شوي اللي بيختلف عنه أسبرجر عن اضطراب طيف التوحد الثانية، إنه هو عادة طفل عنده ذكاء عالي بأمور أو اللي هي مواضيع ضيقة، فينا نسميها مواضيع معينة فقط. فبتلاقي عادة طفل مرات بيطلقوا عليه الأساتذة الصغار، عادة أطفال اللي عندهم أسبرجر. تمام، فعادة هم أطفال بيكونوا عندهم ذكاء عالي بنواحي معينة. بتلاقي مثلا أنواع السيارات، بعرف كل أنواع السيارات، بعرف تواريخ مثلا إنشاء هاي السيارات وأنواعها، ومثلا أرقام السيارات، بيكون متخصص بشيء معين فقط. نعم، نحن بنشوف بالآونة الأخيرة هناك العديد من الاضطرابات اللي عم بينصابوا فيها أطفالنا. في بعض الأطباء بيحكوا لك قبل ما المرأة تريد أن تنجب يفضل أن تأخذ الفوليك أسيد قبل 3 أشهر، ممكن هذا يساعد، ولكن بدنا حلول أو بدنا معرفة مفصلة لماذا هذه الاضطرابات انتشرت بالآونة الأخيرة. هل هي من نوع الجو، الأكل، أيضا بعض الأمور المتوارثة الموجودة بالجينات تظهر على الجيل الثالث؟ يعني إذا كان في عنا مرض بالجد الأول ما يبين بابنه، او ابنه ببين بالحفيد الثالث. فتحكينا عن هذا الموضوع. تمام، هلا عاده كثير اسال عن موضوع اسباب الاضطرابات بشكل عام، مش بس اللي هو اضطراب التوحد. نعم. طبعا عندنا اسباب كثيره وعديده، من اهمها اللي هي اسباب ما قبل الولاده اللي هي اثناء الحمل. وبصراحه موضوع اثناء الحمل كثير بيلعب دور، يعني الانسان لما يحكي انه امراه حامل عاده في من الاسباب اللي هي بتكون مثلا تناول الكحول، تناول مثلا اللي هي السجاير، مثلا الأرجيلة، هاي من الأسباب اللي ممكن تكون قد تكون من الأسباب المؤدية لبعض حدوث بعض التشوهات الخلقية عند الجنين، أو حتى حدوث بعض الاضطرابات عند الجنين. من الأشياء برضو اللي جدا مهمة اللي هي الأدوية بدون وصفات طبية. كثير بنسمع عن أمهات عم بياخدوا أدوية، مرات تقول لك عادي باخد ما في مشكلة. كثير بيستهينوا الأمهات في هذا الموضوع، اللي هو موضوع أدوية بدون ما أنت تكوني تحت إشراف طبي. أحيانا كثير هاي بتأثر وبتؤدي فعليا لاضطرابات يعني كثير كبيرة. من الشغلات برضو اللي هي التغذية السيئة، الأم اللي بتتعرض لتغذية سيئة أثناء الحمل كثير يعني احتمال كثير كبير أنه تصاب اللي هي طفلها أو الجنين يصاب باضطرابات أو اللي هي تشوهات بعد الولادة.
من الشغلات برضو كتير مهمة طبعا اللي هي الوقوع، الحوادث، الإصابات، هاي برضو من الشغلات المهمة. أدوية الاكتئاب أيضا موجودة عند الوالدين، مرات عند الأب كمان، مش تكون من الأم، فهي من هو الجينات التوارث تكون أيضا من الأب والأم. فأيضا أدوية الاكتئاب وهذه الأمور قديش لها دور بشكل او باخر؟ تمام. هلا احنا عاده لما نحكي عن ادويه من هذا النوع، عاده لما تكون تحت اشراف طبي جيد عاده بتكون غير مؤثره على المدى البعيد. يعني احيانا في ناس بياخذوا ادويه زي ما حضرتك ذكرتي اللي هي ادويه اكتئاب وما الى ذلك، لها تاثير على المدى البعيد. ولكن الطبيب بيعرف امتى انتم تبلشوا حمل، امتى توقفوا هذا الشيء، وامتى مش موجود عند الكل طبعا. بالضبط هذا هو اللي هي موضوع المعرفة والوعي، قديش احنا واعيين انه احنا نقدر نتحكم بموضوع الحمل بالطريقة الصحية السليمة. صحيح، هاي احيانا المشكلة اللي بتصير انه ما بيكون في عندهم وعي، يعني بتلاقيهم هم عايشين كشخصين متزوجين من سواء أدوية، تغذية، دخان، هاي الشغلات، بحكي لك انه عادي عايشين حياتهم زي قبل الحمل. بالزبط. ولكن اللي لازم يصير في توعي اكثر انه كل شيء بتعملوه بفتره الحمل، نحكي اللي هي 9 اشهر، راح تصب في الجنين. صحيح. وطبعا وقبلها طبعا في اشياء بتاثر يعني، بس خصوصا هاي المرحله لازم يعني كثير ينتبهوا على موضوع حياتهم ونمط حياتهم لحتى هذا الشيء ما يعني ما ياثر على الولد لقدام. بحكي لك بالاخر بتجي مثلا مع توحد او عنده اضطرابات معينه او تشوهات، بتلاقي من الله جتنا هالشغله. اوكي طبعا كل شيء بيجي من ربنا اكيد، بس ولكن ممكن في اهمال او عدم وعي من بالزبط. من ناحيه معينه يعني. بالضبط، فمعناها الاسباب متعدده اللي هي اثناء الحمل، وفي عندنا اللي هي بعد اللي هي او اثناء الولاده، في كثير من الامور بتحدث اللي هي الاخطاء الطبيه. صحيح. احيانا صحيح. استخدام الملاقط، الشفط، في امور الردو. معينه لما تكون معموله بطريقه خاطئه احيانا بتاثر على اللي هو موضوع حدوث اضطرابات او لا سمح الله تشوهات عند الطفل. فاحنا لازم نكون كثير واعيين قديش احنا بنقدر نكون اثناء الحمل على الاقل، واثناء الولاده قديش بنقدر نكون واعيين انه الطفل ما نسبب له اي مشكله من هاي المشكلات. بالإضافة طبعاً للأسباب اللي هي ما بعد الولادة، اللي هي ممكن تكون إصابات، ممكن تكون وقوع، من الأشياء برضو اللي هي الأسباب البيئية. نعم. وعادة دائماً بنحكي عن الأسباب البيئية، عفواً يعني مرات بيكون في شغلات اللي هي ما قبل أثناء الحمل، مرات الأم مثلاً ما بتكون عارفة، مرات بتفوت على الإكس راي اللي هو التصوير الطبقي، بتكون مو عارفة إنها حامل، فبتتعرض طبعاً لمشكلة طبعاً لإشعاع، وهذا الإشعاع بأثر وبيؤدي لتشوهات طبعاً عند الجنين واضطرابات. حتى ال شو بسموه تبع السكيورتي، السكيورتي دور هذا يكون موجود على المولات، هذا كمان مش بيأثر على خصوصا بثلاثة أشهر الأولى؟ هلا شوفي يفضل على المرور. بالضبط، هلا يفضل إنه ما تمر من هاي الشغلات، خصوصا الأشياء اللي فيها أشعة، حتى موضوع الميكروويف، الأشياء اللي طبعاً بتصدر أشعة اللي هي غير مرئية فينا نسميها، هاي عادة يفضل يعني الأم الحامل لازم تكون كتير دايرة بالها على حالها. صحيح. صحيح. لأنه يعني أفضل إشي إنه يعني أهم إشي الطفل. صح. ونمو الطفل. صح. طبعا يعني الأم الحامل، وبنحكي عن الأب الغير حامل اللي لازم برضه كمان الأب يدير باله، يحمل هم يعني. بالضبط، يحمل هم الولد والأم. اليوم نحن كنا نحكي عن عيد الأب. صح. بتلاقي ممكن حتى مثلا أباء عادي بدخن الدخان السلبي، بيتعامل بحكي لك أنا شو اللي دخل أنت اللي حامل أو. بالضبط، هاي برضو ترى اللي أنت حكيت عنها اللي هي موضوع الضغوط النفسية على الأم عليه. الضغوط النفسية وحالة الأم، وأحيانا لما تفوت الأم بحالة اكتئاب مرات كتير بتأثر على صحة الطفل ونمو. صحيح. الجنين يعني الأم عادة لما تكون نفسيتها كويسة، لما الأب يكون عم بعامل الأم بالضبط اوكي بطريقه حلوه بطريقه كويسه كثير بياثر على نمو الطفل. صح. وهي كمان بيسهل عمليه الحمل والولاده. فبنرجع لموضوع اللي هي بعد الولاده اللي هي موضوع البيئه. عاده الطفل لما ينولد ويصير عمره سنتين ثلاث سنين بنبلش احنا ننمي مهارات هذا الطفل. هون بيلعب الدور اللي هو الاب والام والبيئه اللي حواليه، يعني لما البيئه تكون بيئه داعمه لتطور مهارات الطفل عادة بنمو عندنا طفل ذكي وقادر انه ينمي مهاراته بسهولة. لما نهمل الطفل
مرات عفوا يعني دائما بحكي لهم زي ماوكلي حطوه بغابة انسان حطوه بغابة صار ماوكلي تطبع. صح ولا لا؟ صار عبارة عن حيوان، لذلك معناها الطفل بحاجة لبيئة فيها تفاعل اجتماعي. عشان هيك لما نرجع نحكي عن موضوع اللي هو اضطراب التوحد وأسبابه البيئية، عادة له أسباب أو أسس جينية تمام، ولكن البيئة بتلعب دور في تدعيم هاي الأسس الجينية أو إنه في عدم تدعيمها، اللي هي في خفض اللي هي الأعراض اللي ممكن تظهر على الطفل في حال إنه صار عنده لا سمح الله اللي هو اضطراب التوحد. بنشوف هناك بعض الأهالي عم بياخدوهم لأخصائيين بهذا الموضوع، ولكن قديش دور الأم إنها تكون واعية بحماية ابنها أن يكون ضعيف في المجتمع؟ لأنه نحن بصير نحكي لك ما بدي يطلع خلص خليه ليش أودي على مدرسة، بس قديش مهم إنه لا نروح المدرسة بتعامل عادي كأنه أي طفل ما ماله أي إشي. ولكن في بعض الأهالي بيحطوا أيضا الشادو تيتشر أو معلم الظل، هذا مرات بيساعد ومرات بيعيق بنفس الوقت، فتحكينا عن هذه الحيثيات. تمام. الآن عادة أنا بنصح بوجود الطفل، أي طفل في الدنيا، في البيئة الطبيعية سواء في التعليم أو في المنزل. حلو. عادة وجود الطفل في البيئة الطبيعية بدعم تحسن، بدعم تحسنه للطفل، بيصير الطفل أفضل. نعم. إذا كان عنده بعض نقاط الضعف قد تصبح اللي هي أفضل وتتحسن مع الوقت في حال وجوده في بيئة طبيعية. هلأ كثير في أحيان ورح أحكيها بصراحة، كثير مرات بنلاقي مراكز موجودة بيجي الطفل ما ماله إشي أو عنده بعض المشاكل اللي ممكن تنحل بسهولة. نعم. اوكي، او ببعض الجلسات التدريبيه الفرديه بالاضافه للمدرسه اللي هو موجود فيها ممكن انها تنحل. صح. شو اللي بيصير عندنا هون؟ انه للاسف، للاسف الشديد، وانا عن جد بحكي وانا كثير متاسفه على هذا الموضوع، انه بعض المراكز التجاريه بتروح تستقطب هذا الطفل وبتطلع انه الطفل ما له شيء، وبكون وبالضبط انه الطفل عنده مشكله وبتكبر وبتهول هاي المشكله حتى تضمه للي هو المركز وبالتالي تجاريا بالضبط تاخذ منه. نعم. فلوس. تمام. طيب اوكي، احنا هون شو عملنا؟ احنا دمرنا الطفل تدمير شامل. صح. يعني احنا حطينا الطفل عنده بعض المشاكل او التاخر، بعض يعني اللي ممكن احنا نعالجها بسهوله وببساطه، حطيناه مع اطفال ذوي حاجات خاصه شديده احيانا بيكونوا. نعم. يعني عفوا لما احنا نلاقي طبعا الاضطرابات زي ما بنعرف لها ليفلز. صح. تمام. صح. مستويات، في عنا الطفل ذوي الإعاقة الشديدة، طفل ذوي الإعاقة المتوسطة. نعم. ذوي الإعاقة البسيطة. نعم. وفي كمان ذوي مرات تأخر أو مشكلات فينا. نعم. نحكي. نعم. نستطيع. صح. معالجتها. صح. مع الوقت. صح. هلا شو اللي بيصير عنا؟ الطفل عم بفوت على مركز أو على مكان، أوكي، وهذا المكان في جميع الحالات فيه عفوا بتكون شديدة جدا، وأطفال ذوي الحالات الشديدة بعض الأحيان بيظهروا بعض السلوكيات غير المقبولة. صح. نعم. تمام. بيجي الطفل مثلا فيه شغله واحده، فيه مشكله واحده اللي هي مثلا نحكي تاخر دراسي مثلا، بصير الطفل يطلع من المكان اللي هو كان موجود فيه، اللي موجود فيه حالات شديده وهو اصلا مش لازم يكون فايته، عنده مشكلات الوعي عند الاهل. بالضبط. عنده مشكلات سلوكيه اكبر. هون احنا بنروح على موضوع الوعي عند الاهل. اوكي، لا عاده بنرجع نحكي عن التقييم والتشخيص. صح. التقييم لازم يكون عادة في محله. أنا مش عشان أكون حدا فاتح مكان سوري وبدي أخذ فلوس من الناس أروح أدمر مستقبل الأطفال. صح. صح ولا لا؟ أكيد. صح. يعني خصوصا هذا الموضوع عشان زي ما حكيتي في أشياء خفيفة ممكن تنحل بالبيت بإرشاد مثلا من قبل حدا مختص، تنحل هاي المشكلة وخلص يرجع الطفل طبيعي. طبعا. أمور طبيعية، نفس ما لما طفل ينحط ببيئة ذكية أو ببيئة مرحة راح يكتسب هذا الإشي. بالزبط. بالزبط. بس نحن عنا أحيانا بصير زي ما حكيتي كاتي اللي هي ثقافة أنه بخاف عليه كثير أو ما بدي أطلعه. بالزبط. للناس. عادي الطفل مصاب بإشي، نحكي كمتلازمة إسبرغر سوري، قديه مثلا ممكن الواحد يعالجها أو نسبة أنه خلص يصير طبيعي بكل الحالات؟ تحكي لنا اكثر. اوكي، هلا بالنسبه لمتلازمه اسبرغر طبعا بدي الفت
نظركم لشغله صغيره انه هي اصلا سميت باسبرجر نسبه للعالم النمساوي اللي هو هانز اسبرجر. عام 1944 صنف الاطفال اللي بيفتقروا لمهارات التواصل غير اللفظي لانهم عندهم مشكلات معينه. هلا طبعا بعد 50 سنه من هذا الموضوع بلشوا يصنفوا او يشخصوا بطريقه معياريه. الان بالنسبه لمتلازمه اسبرجر الطفل بتبلش طبعا مع الطفل من هو صغير، عاده بتتحسن مع مرور الوقت وبالاضافه للعلاج التدريب المعرفي والعلاج السلوكي كثير له دور كبير. عاده احنا بنعالج الاعراض اللي بتظهر وما بنعالج المشكله الاساسيه. صحيح. الاعراض منها اللي هي حكينا ضعف التواصل الاجتماعي، ضعف التواصل مع الاخرين والتفاعل الاجتماعي، السلوكيات اللي هي النمطيه. عاده العلاج السلوكي اللي احنا بنعمله من خلال جلسات تدريبيه عاده بخفض من الاعراض الموجوده عند الطفل اللي مصاب بهاي المتلازمه. نعم. عاده بتستمر مشكلات، بعض المشكلات اللي هي انه الطفل غير قادر انه يعيش باستقلاليه لا بعد البلوغ، ولكن كثير بتحسن طفل متلازمه اسبرجر مع مرور الوقت بالتدخل اللي هو العلاجي السلوكي. فدائما كثير بنركز على موضوع انه الطفل دائما نعمل له تدخل مبكر. نعم. لانه التدخل المبكر كثير بنتفادى من خلاله مشكلات ممكن انها تصير لا سمح الله معاه في المستقبل بشكل اكبر. في هناك معايير معينه ممكن الام تنتبه لها حتى تقدر تتدخل مبكرا؟ تحديدا انت كنا دائما بنحكي كل ما تدخلنا مبكرا كل ما كان اوجدنا الحلول بشكل اسرع. تحديدا عن اضطرابات التوحد من اهمها انه ما في يعني التواصل بصري مع الام حتى اثناء الرضاعه الطبيعيه او اثناء حتى اذا كانت تعطي رضعه الحليب. قديش مهم انه نتدخل مبكرا وين يتجهوا بهذه الفئه العمريه؟ انت ما تكون مثلا اشهر او مثلا 5-6 شهور عندهم يروحوا بهاي الفتره العمريه، وشو تعمل الام حتى تساعد ابنها انه لما يوصل لمرحله انه يفوت بري سكول او الفتره التحضيريه يكون جاهز انه يستقبل الاخر. هلا الموضوع اللي بتحكي فيه كثير حلو، اوكي، وبفيد كثير ناس. الان الطفل من هو واشهر زي ما حضرتك ذكرتي بتبلش تبين عليه بعض الاعراض اللي هي خصوصا التواصل البصري، موضوع الاستجابه والتفاعل الاجتماعي. عاده الطفل الرضيع لما نعمل له هيك عاده بتبع وين احنا بنتجه، عاده بتبع الاضواء، عاده بتلفته شغلات معينه، عاده بنقز للصوت. مرات الطفل رضيع بنحس عليه انه لا في شيء مش متجاوب مش معانا بالضبط. هلا هاي الشغلات بننتبه لها ولكن ما بنقدر نشخص من خلالها. يعني الطفل ممكن احنا نبلش نقيم ونشخص على عمر اللي هو بالنسبه للتوحد على عمر تقريبا 2.5 سنين ببدايه 3 سنين. هذا لما نصدر حكم حقيقي على الطفل. ولكن قبل هيك مش معناها نترك الطفل هيك، لا، قبل هيك لما نلاحظ او نبلش نلاحظ انه الطفل بلش يظهر عليه بعض الاعراض انه ما عم يتفاعل معنا معي، عم يظهر بعض الحركات النمطية مثل رفرفة الإيدين، مثل مثلا الهزهزة، حركات معينة في التم، ما عم يتواصل بصريا، هاي أهم شيء، ما عم يتواصل لغويا حتى مرات، عم تحكي معاه طفل ما عم يستجيب، ما عم يتطلع عليك، تمام؟ حتى مرات في عمر مرات بيجي عندي ناس عمره مثلا طفل 1.5 سنة بكونش يحكي، تمام؟ طبعا احنا الحكي ما عندنا مشكله فيه. هلا لما يبلش عمره 1.5 سنة بتيجي مثلا تحكي لي ما بيحكي، بقول لها مش مشكله، بس بيعبر، بقول لك مثلا بيأشر من خلال الاشاره. في اطفال عمرهم 1.5 2 سنة بيشرحوا قصه كامله من خلال الاشاره. سو احنا ما بهمنا الحكي، الحكي معنا لعمر 4 سنين انه الطفل يحكي ما عندنا مشكله فيه، ولكن انه الطفل يعبر. في شيء اسمه لغه تعبيريه، في شيء اسمه لغه استقباليه. صح. عم بيفهم الطفل اللغة المحكية لإله وعم يستجيب لها ولا لا. فهون منبلش اللي هي موضوع التدخل المبكر. الأم بشكل عام لازم من الشغلات اللي لازم تعملها أول شيء الإلكترونيات تحت عمر 5 سنين ممنوعة إطلاقاً أصلاً لأي طفل. حتى العمر على فكرة تحت 12 سنة ممنوعة. حتى بعد هيك بتبلش اللي هي الألعاب الإلكترونية مش اليوتيوب. أوكي. فمعناها نبعد عنه الإلكترونيات. عادة نحكي مع الطفل أكثر، نحكي مع الطفل قصص أكثر، نحاوره. يعني هاي الشغلات كثير بتأثر على هذا الموضوع. يعني أنت
كل ما الأب والأم والبيئة كانت محيطة مهمة وبيئة مريحة وتفاعلية وتحاورية، كل ما كان أحسن للطفل. طبعاً. يعني إحنا بنشكرك على وجودك معنا كتير. اليوم وعلى تنوية زي هيك موضوع مهم. إن شاء الله طبعاً دائماً يكون في عنا وعي أكثر للأهالي من قبل هذا الموضوع. يا رب. شكرا إن شاء الله. لك. شكرا لكم.